سيد الهيكل وسمع سمع الله يلقي كلمته من 16 سنه كانه يقرا كتاب الواقع الحالي مفتوح امامه. كل ما اشار اليه تصوره، كل ما اشار اليه اذا تذكرتم ما قاله الان ما شهدناه في الفيلم الان، كانه يقرا كتاب الواقع الرائع. للأستاذ اليوم مخصص للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل. لا ننسى للأستاذ هيكل مواقف نقابية كثيرة، منها أزمة القانون 93 لسنة 95 عندما وجه رسالة للجمعية العمومية قال فيها أنها ليست أزمة قانون ولكنها أزمة سلطة شاخب على مقاعدها، وكان لكلمته أثر كبير.